موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. انسحاب قوات من الفيلق الخامس المدعوم روسيا من مقرين لها في مدينة دير الزور عقب تصاعد وتيرة القصف المدفعي من قبل قوات التحالف على نقاط في تلك المنطقة وفق شبكة نهر ميديا المحلية. الجيش الإسرائيلي يعيد أكثر من 300 رأس من الماعز كانت قد صادرتها قبل يومين من منطقة وادي لقاد أحد روافد نهر اليرموك بريف محافظة درعا. إدارة الجمارك التابعة لسلطة الأسد تعلن أن أعداد النازحين الوافدين من لبنان منذ أيلول وحتى أمس السبت قد بلغت أكثر من 373 ألف شخص. سلطة الأسد تعتقل شابا من درعا قادما من تركيا ومطالبات شعبية للإفراج عنه مهددة في حال عدم الاستجابة بأنه سيتم مهاجمة نقاط عسكرية بحسب موقع أحرار حوران. ارتفاع ملحوظ بأسعار الزيت النباتي في أسواق مناطق سيطرة سلطة الأسد حيث تجاوز سعر العبوة للتر الواحد 28 ألف ليرة سورية بعد أن كانت بسعر 22 ألف ليرة. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد عنصرين من واي بي جي في منطقة عمليات درع الفرات شمالية سوريا.